مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة النادي الأهلي خلاص بدأ الاستعداد لمواجهة المصري بورسعيدي في الدوري الممتاز يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله، وأكيد طبعا زي ما هنشوف النهاردة في كل الأخبار خلال حلقتنا إن في حالة من الحزن في النادي الأهلي، طبعا ده بسبب الخسارة الأخيرة في الدوري قصاد بيراميدز، لكن الحزن والغضب مش بيعالجوا ابدا ولا بيحلوا المشاكل والازمات، لكن دايما الهدوء والتركيز ودراسه الاسباب هي اللي بتحل اي مشكله وبتعالج اي قصور يحصل في اي مجال. علشان كده قرر كابتن محمود الخطيب ان هو يجتمع النهارده مع الجهاز الفني والفريق قبل التمرين اللي بدا النهارده الساعه 4 العصر، عشان طبعا يناقش معاهم كل الاسباب اللي ادت للهبوط في المستوى في الفتره الاخيره، وده طبعا برده كان السبب في خروجنا من دوري ابطال افريقيا قصاد سان داونز الجنوب افريقي، وكمان الخساره قصاد في الدوري المصري الممتاز، واللي كلف النادي الاهلي ان هو يهبط للمركز الثالث بعد ما كان طبعا متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. كمان نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفريق يرجع بسرعه جدا للمستوى اللي معروف عنه ويرجع لقمه الترتيب عشان ينافس على لقب الدوري الممتاز، وفي النهايه باذن الله ان شاء الله نحصل على اللقب رقم 41. هنناقش كل الكلام ده واخبار ثانيه كتير مع ضيفنا النهارده في البرنامج استاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير الاهرام في الفقره الاخيره من البرنامج، وهنبتدي كالعاده حلقتنا باهم وابرز العناوين.